اليوم أننا متواجدين في مستشفى الجامعي تهامي بن فليس. هذا المستشفى اللي اليوم جينا عرضونا جماعة أطباء والأساتذة وجميع الطاقم الموجودين على مستوى المستشفى، ونتناولنا معهم وجبة إفطار إفطار رمضان، واللي راهم قائمين بدور كبير لا سيما المناوبين والناس اللي راهم خدموا في الخفاء قاموا بالمجهود تاعهم. كل يوم يعطيكم الصحة. بهذه المناسبة سعيد نشكر أول السلطات الولائية على رأسهم والي ولاية باتنا وجميع السلطات الأمنية الحاضرة معنا في هذا التكريم هذا، وفي هذه المناسبة سعيدة اللي تكرموا وجاو داروا إفطار جماعي مع الفرق المناوبة في المستشفى الجامعي باتنا. نشكر السلطات على هذه الالتفاتة الطيبة هذه اللي تمن الجهود نتاع هذه الفرق الطبية اللي راهي تشتغل في كافة الظروف. نشكر السلطات الولاية وعلى رأسهم سيادة الوالي على هذه المبادرة الطيبة اللي تعتبر تشجيع واعتراف للأطقم الطبية والشبه الطبية وكل عمال في المستشفى الجامعي وخاصة الفرق المناوبة، تعتبر تشجيع كبير لهم، وعلى ذلك نشكرهم مرة أخرى. نشكر السيد الوالي على المناسبة الطيبة ومجلس الشعب الولائي وسيد المدير العام والأساتذة على التكريم هذا للمنسقين والطباء. إفطار في أجواء حسنة أخوية، صحة فطوركم وصحة رمضانكم. وتم تكريم كل طاقم المناوبة، الاهتمام والتشجيع، وهذه مبادرة جد حسنة لأن الأوبيتال ما يمشيش وحده، سي توت اون إيكيب. حضرتك